بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أجمعين في برنامجكم الفرقة الناجية. بإذن الله في هذه الحلقة سنتكلم عن الحديث دراية، والمقصود في الحديث دراية أي نوضح أهم المعاني التي جاءت في هذا الحديث، وكذلك نزيل اللبس الذي قد يقع في الأذهان. وبإذن الله سنبدأ بطريقة تقسيم الحديث إلى عدة زوايا نناقشها زاوية زاوية. الزاوية الأولى هي مطابقة هذا الحديث للمعاني العامة سواء في القرآن أو السنة. فالمعنى العام الذي جاء فيه الحديث هو التحذير من الانقسام، والتحذير في كتاب الله سبحانه وتعالى من التفرق جاء بصور وطرق كثيرة جداً، كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فنلاحظ من الآيات الماضية أن الله سبحانه وتعالى نسب صفة التفرق والاختلاف إلى الكفار، فهذه سمة من سمات المشركين والكفار. ونلاحظ في الآية الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى قد قال وأن هذا صراطي مستقيما، صراط أي صراط واحد، ثم ماذا قال بعدها ونهى عن ماذا؟ قال فلا تتبعوا السبل، فسماها السبل. ومن هذه الآية نستنبط وأمثالها كقوله تعالى الظلمات والنور أن الحق واحد وأن الباطل سبل وطرق وأشكال وأنواع، لأن أهواء الناس كثيرة لا تنتهي، لكن في النهاية الحق واحد. وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى متضافرة وكثيرة جدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور مثل المؤمن كمثل الجسد إذا ألم بعضه تداعى سائره. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم جميع المؤمنين بالجسد، فإذا واحد اشتكى الجميع لازم يتأذى معه لأنهم شيء واحد وليسوا فرقا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، يكررها ثلاث مرات أيها الناس، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. شوفوا كيف الأمر وشوفوا كيف التحذير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر حتى من التفرق اللحظي. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم رأى أصحابه جالسين، لكن جالسين حلقات، يعني كل واحد حلقة الحالة، فقال لهم ما لي أراكم عزين، أي ما لي أراكم متفرقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فكان يأمر بالاستواء، وكان يلمح النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو تصريح أن هذا الاختلاف يؤدي بعد ذلك إلى إيش؟ إلى اختلاف القلوب. فالمسألة خطوات. نأتي إلى الزاوية الثانية وهي مهمة جدا، السؤال ما معنى الجماعة؟ من هي الجماعة؟ وهل هناك تناقض واختلاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي حديث قال فيه عليكم بالجماعة؟ فحتى نجيب عن هذا السؤال يجب أن نتسلسل. أولا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة كان يخاطب من؟ كان يخاطب أصحابه في النهاية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة، وقال يد الله مع الجماعة. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. وقال أبو مسعود الأنصاري عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة. وهناك كلمة جميلة جداً ذكرها أبو شام المقدسي الشافعي لخص فيها هذه المسألة ولخص فيها معنى الجماعة حينما قال وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. إذن ملخص هذا الكلام كله أن المقصود بالجماعة هي ما اجتمعت على الحق، والذين اجتمعوا على الحق هي الجماعة الأولى، وهم
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بمراد الله سبحانه وتعالى وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن وهم موجودون، وهم الذين نقلوا هذا الكتاب العظيم الذي نقرأه اليوم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهم الذين نقلوا السنة النبوية الشريفة العظيمة التي بين أيدينا اليوم. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الخير في اتباعهم لما قال والذين اتبعوهم بإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا يخفى على شريف علمكم أن المقصود بالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كان من أهله أو كان من أصحابه. إذن فنرى ألا تضارب نهائيا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وبين قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المقصود بالجماعة هي الجماعة الأولى، وهي أفضل جماعة اجتمعت على الحق، فلذلك تكون هي القدوة لمن جاء بعدها. فاليوم إن شاء الله تكون لوحدك، ما في أحد معك، تتبع هذه الجماعة فأنت على الحق ولو خالفت الكل. الزاوية الثالثة التي سنناقشها في هذا الحديث هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. وهذا السؤال دائما يطرح، هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار معناها أن كل هؤلاء كفار مخلدون في نار جهنم؟ الجواب بدون أي شك لا. ولذا نرى أن هناك آيات كثيرة أو أحاديث كثيرة تتكلم عن أفعال أو تنهى عنها وتبين أن مصير فاعلها النار، ومع هذا لم يقل أحد أنه كافر. ولذا كما نعلم ولا يخفى على أحد أن المسلم يدخل النار كما أن الكافر يدخل النار، لكن الفرق بينهما أن الكافر يخلد والمسلم لا يخلد، فذكر النار لا يلزم منه التكفير. إنما هذه الفرق مختلفة بأشكالها وأطروحاتها وأصولها وانحرافاتها، وكل على بدعته، فهناك من لديه بدعة مكفرة وهناك من لديه بدعة مفسقة، وكل على شاكلته وعلى عقيدته. ومن الزوايا المهمة كذلك في هذا الحديث أن أحاديث النبوءات قد تؤخذ منها الأحكام الشرعية، مو كل أحاديث النبوءات، لكن في بعض أحاديث النبوءات نعم تؤخذ منها بعض الأحكام الشرعية بشرط، كما جاء في هذا الحديث لما رتب الوعيد على من تفرق من هذه الفرق وقال كلها في النار، فهنا نستنبط حكم شرعي أن هذا التفرق منبوذ وهذا التفرق محرم. إيش الحل؟ شو المفروض نسوي؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما قال إلا فرقة واحدة التي ما أنا عليه اليوم أصحابي أو الجماعة. آخر زاوية نتكلم فيها باختصار جدا، ليس كل اختلاف عبارة عن تفرق، فهناك الخلاف المستساغ وهناك الخلاف غير المستساغ، وأشهرها الخلافات التي تكون في العقيدة، في أصول العقيدة، في الأمور الواضحة الصريحة التي يحصل فيها التنازع في أصول المعتقد، يعني من أوله يصير فيه تنازع، مو في أمور فرعية صغيرة جدا، لا، من أول المعتقد. فهذا إذا كان تنازع من البداية من الأصول، إيش راح يكون بالفروع؟ طبيعي جدا راح يكون في تنازع أكبر، لأن إذا كان الأصل فيه خلاف وفيه تنازع ما سينبت من هذا الأصل أيضا فيه خلاف وتنازع. فهذا هو الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان هناك من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مسائل فقهية. إذن الملخص، هذا الحديث العظيم يحذرنا من مسألة متكررة لعلها من سنن هذه الحياة، وهو التفرق والتنازع. فإذا رأينا كتاب الله سبحانه وتعالى كيف كان يحذرنا من هذا الفعل الذي كانت تقوم به الأمم السابقة القديمة، ولعل ما زاد الطين بلة عند تلك الأمم السابقة والفرق القديمة أنها قامت بتحريف كتبها وبتحريف المعيار الذي تعتمد عليه. لأن اليوم إذا صار عندك أي خلاف كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتلك الأمم السابقة فقدت هذا المعيار الذي إذا حصل الخلاف بينها رجعت إليه عندما حرفت منبع الحق، فصار كل يدعي الحق لنفسه وكل يدعي وصلا بليلى. وهذا الادعاء يتكرر في أمة محمد، لا إشكال في ذلك، نعم متوقع، لكن الفرق بيننا وبينهم أننا نستطيع فضح زيف وادعاءات أي شخص مهما كان. لماذا؟ لأن لدينا المعيار ولدينا الأصل الذي نحتكم إليه ولله الحمد. فهذه الأمة العظيمة تميزت عن باقي الأمم أنها احتفظت بمصادر التشريع التي نزلت على نبيها صلى الله عليه وسلم، سواء من قرآن أو من سنة. فمهما ادعى مدعٍ ومهما كذب كذاب
يمكن تبيين ذلك ويمكن فضحه. وكذلك من النقاط المهمة في هذا الحديث يجب أن نتذكرها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بالجماعة، المقصود بالجماعة ليس الكثرة، المقصود بالجماعة هي الجماعة الأولى التي اجتمعت على الحق، فهي المعيار الذي من خلاله نعرف ما هو الحق. ولذا بإذن الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا. طيب اليوم إذا كان عندنا قرآن أو سنة، كيف سنفهم هذا القرآن؟ على مراد من؟ على فهم من؟ على تفسير من؟ فمجرد وجود قرآن أو سنة قد يستطيع أي أحد أن يتلاعب ويفسر كما يشاء، لكن لا، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقال الجماعة كان هناك قصد واضح وصريح، هو أن تأخذوا برأي الجماعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه في آيات كثيرة، سأذكر واحدة، لما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فهذا يؤكد أن الجماعة ليس المقصود بها الكثرة، إنما المقصود بها اتباع الجماعة الأولى التي كانت على الحق. فاليوم لو كنت وحدك تتبع هذه الجماعة فأنت على الحق، أنت الجماعة ولو كنت وحدك.